بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي صحفي غاوة عصافير. نزلنا سوق السوق النهاردة وزي ما انتم عارفين الحال نايم خالص، الدنيا واقعة يعني تكاد تكون منعدم البيع والشراء فيه. الحاجات بس اللي سعرها رافع هو الكوكتيل، ومش هنقول رافع، هو في نفس المستوى السعر بتاعه اللي هو من 420 ل 450، ده الكوكتيل اللاتيني. انما الاسترالي مفيش، الريمبو مبقاش فيه طلب ليه، وصل سعر جوز الريمبو ل 200 جنيه و250 بعد ما كان وفات. طيب كل الحاجات دي سببها ايه؟ هل احنا ولا التجار ولا التصدير ولا ايه؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه الاول، ولكن خلونا نعرف ابرز اسعار اللم للعصافير كانت في سوق الجمعة بناء على كلام التجار والغواة. بالنسبة للتجار كانوا بيلموا البادجي الاسترالي النهاردة الجوز ب50 جنيه، وفي كان بيلموا ب35 جنيه للأسف. سعر البيع الغواة لما بيبيعوا البعض بيبيعوا الجوز ب70 جنيه ومفيش شراء ولا طلب عليه خالص إلا ألوان محدودة جدا. نيجي عند تركيبات الريمبو، تركيبات الريمبو دلوقتي بيتباع زيه زي الاسترالي بالظبط ب50 جنيه. أعلى حاجة في تركيبات الريمبو اللي هي السكاي بلو دي بتوصل ل 100 جنيه الجوز فيها و 150 جنيه. بالنسبة للشكر البرصاصي ب 150 جنيه برضو التركيبات، إنما الشكر البرصاصي نفسه ب 250 ما كانش عليه لم ولا طلب. نيجي عند الريمبو، الريمبو الموفات الفول بادي، سألت أحد التجار اللي بيلموا بيلم الفول بادي الريمبو في العموم ب 200 جنيه 220 جنيه بالكتير قوي. قال لي اي الوان، اي الوان مش الموفات بس، انما الكلير بيوصل ل 500 جنيه او 500 الا ربع، ده بالنسبه للريمبو. طبعا البلاك وينج برضو سعره قل، الجوز فيه وصل ل 500 جنيه و 600 جنيه. نيجي عند التاتشات، وزيه زي الاسترالي بالظبط بيتلم ب 70 جنيه الجوز، والكورك برضه ب 70 و80. نيجي عند الفلل، بالنسبة للفلل بيبدأ من 250 جنيه ل 300 جنيه، إنما الفلل اللاتيني عين حمراء بيبقى ب 500 جنيه، الفلل الألبينو ب 400 جنيه. نيجي عند البادجي فلل ريمبو بيبدأ من 1000 جنيه، 1000 جنيه تقدر تجيب قص فلل ريمبو. انما الوسط ب 1500، 2000 جنيه تجيب حاجه ممتازه، اللي كان بيتباع ب 15000 و 20000 بقى ب 2000 جنيه دلوقتي في سوق الجمعه، وكمان مفيش بيع وشراء. كتير من التجار يقول لك لا هو مفيش بيع وشراء، بالفعل احنا كنا جوه السوق وما شفناش الكلام ده. نخش على الزبرة بيتلم ب 70 جنيه النهارده، الروز العادي ب 220، انما اللاتيني كان عامل 400 جنيه، ده سعر اللم، البيع بتاعه 500، برضه الروز مطلوب، اللاتيني عين حمراء. بالنسبة للفيشر برضه 220، بالنسبة للدرة 2600 الشبابات، 3750 الكبار، دي أبرز المقتطفات اللي احنا يعني قابلناها في سوق الجمعة النهاردة. انما عن اكل العصافير برضو الدنيا بقت ب 17، البنكم ب 20، اللب ب 30 وب 27، الفلارس نزل سعرها 2 جنيه بقى ب 38، بعد ما وصل كان اصلا ب 45 ووصل في السوق ب 42 بقى ب 38، وفي كلام كبير جدا في السوق ان الاكل سعره هينزل، نتمنى ده. طيب هنتكلم بقى، احنا خلصنا كده الاسعار اللي انا شايف ان هي ما بقتش مهمه لانها محزنه. الاسعار شيء محزن ومؤسف، ناس كتير وتجار وغواة كبار جدا قفلوا العشوش بتاعتهم عشان ما يحصلش تفريخ، عشان خاطر الاكل غالي، بالاضافه ان هم بيفرخوا مستويات عاليه وبتتباع بسعر تراب ومفيش بيع. معظم الحاجات اللي لقيتها بتتباع في سوق الجمعه مش النوادر اللي هي الاو، لا برضو في الناس شايله الحاجات التقيله على امل ان هي تيجي في يوم والسعر يزيد او الاستيراد يتفتح والتصدير يعني التصدير يتفتح والدنيا تفرقع، ولكن مفيش حد افتالي بالموضوع ده. في برضو تجار هناك زي الحاج ايمن اتكلمت معاه النهارده،
قال لي ان احتمال كبير على اخر الشهر الشهر الاسعار تعلى شويه. طيب يا حاج هل هتعلى قوي؟ قال لا هتعلى شويه. كلمت برضو مع ناس بخصوص الطفرات، قال مفيش طفرات اسعارها هتعلى، الرينبو خلاص سعره نزل، هيبقى زي الفلل كده لما نزل وبعد كده نزل لما نزل السوق المصري وبعد كده بقى سعره في الارض. الرينبو برضو كان عالي ونزل سعره في الارض، مفيش طفرات جديده في السوق ان احنا نقول للناس يربوا. انا شايف ان احنا نقلل بقى من التفريخ عشان خاطر السوق يستقر، ويعني كل التجار او كل الغواة اللي زينا كده اللي على قد حالتهم لما الاكل زاد ما قدروش ياكلوا فبقوا يبيعوا العصافير والبلبلانات بتاعتهم بطريقه يعني كبيره جدا، فالتجار لقوا واصبحوا عندهم تشبع فبقوا يشتروا بالاسعار اللي هم عايزينها. في اعتقادي انا الداخلي ان بعد فتره وبعد ان في ناس كتير توقفوا عن الانتاج ان السوق هيبقى متعطش. الكلام ده ما اعتقدش انه هيبقى السنه دي، ممكن السنه الجايه. ويا ريت اللي عنده اي معلومات او عنده اي اقتراحات يناقشها معانا في التعليقات، واتمنى اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.